زوار الموقع، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقاتكم الأسبوعية المصورة. الملك محمد السادس يلقي خطابا غير مسبوق إلى الشعب المغربي يوم أمس من داخل البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية. الملك ينتقد الإدارة المغربية بطريقة كما قلت غير مسبوقة، والخطاب الذي ألقى تفاعلا كبيرا داخل عدد من الصفحات الاجتماعية والمواقع الإلكترونية. الملك انتقد تماطل الإدارة المغربية، انتقد تهاون الموظفين، انتقد عدد من الإدارات سواء المنتخبة أو الإدارات المعينة والمصالح الخارجية للوزارات على طريقة تعاملهم مع المواطنين، بل وقال في إحدى يعني العبارات دياله بأنه الإدارة اللي ما تخدمش مع المواطن ليست بإدارة. طبعا الحوايج هادو انتم كتعرفوا عدد من المغاربة مستائين من الإدارة المغربية، وقدر نقول لكم وحنا زعما ما خصناش يكونوا موضوع نقاش، ولكن ربما تبعتوا في موقع بديل مؤخرا واحد الحدث كان وقع في زي سليمان. انا كنت رفقة واحد الصديق ومعنا واحد المواطنة مغربية، وفي المخرج في المدخل ديال مدينة زي سليمان دايرين واحد الحاجز حديدي، وعدد من الناس سولونا على الخلفية ديال داكشي. تصوروا البوليس داير الحاجز حديدي تقريبا شوش المسافات يعني ديال داك الحاجز، والشتا والضبابة وما كاينش اشارات ضوئيه وما كيبان والو. فاذا بهذا الوضع هذا خلف لنا اصابه ديال جوج ديال العجلات. الاخطر ومادام نقاش الملك تنهضر على الاداره وطريقه ديال التعامل ديال الاداره، هذو رجال الشرطه طبعا ما كنعموش الاداره كلها، ولكن كنقول لكم كما وهذا الشيء هذا راه جاء اليوم الملك ثبت هذا النوع ديال الاختلالات وهذا النوع ديال التعاطي اللا مسؤول مع المواطنين. يعني حنا كمواطنين المغاربه يعني التسعود ديال الليل والضبابه والشا، ومعنا واحد السيده غادا الطبيب نداوها، تصور رجال ديال الشرطه تيقول لك سير دخل للمدينه وقلب لك كاين فين تمشي، يعني ما كيقدم لك حتى شي مساعده، ما كيعتذرش على ذاك الخطا اللي داير. انا ما عندوش حقيقه تما، وسي سليمان ماشي شي مدينه حدوديه نقولوا شي ما نعرفش يوقع فيها، وتسعد الليل زعما والظلمه والضبابه والشا وتكرفصوا على علينا. لولا الخطير في الامر هذا علاش ما جبتكم هذه النقطه؟ تصوروا غيجيو مواطنين مساكن البسطاء وغيمشيو يتحركوا وغيجيبوا لنا الروايط وغيصاوبوهم لينا، وواحد اللحظه كتحس ما كايناش مفهوم المواطنه عند هذه الاداره وعند هذه رجال الشرطه تحديدا، وحسينا بواحد النوع ديال الغربه وحسينا يعني ما كاين والو يعني. والخريف الامر ان عدد من الناس قالوا لنا بانها ليست هذه اول واقعه، عدد من الناس تعرضوا لهم الروايط ديالهم هكا، وهذا وضع اللي هو عادي وعادي جدا. اذا هذه النقطه افتتحت بها غير باش نقول لكم ان الخطاب ديال الملك بالامس لم يكن خطابا يعني معزولا عن الواقع، كان خطابا حقيقيا. ونحن من موقعنا نحيي الملك محمد السادس على هذا النفس النقدي اللي كجا في الخطاب ديالو، بغينا ولا كرهنا، غير باش نشوفوا الملك ديال البلاد كيهضر بهذا النوع من الخطاب، هذا تقدم وهذا هذا مكسب حقيقي للدولة. مزيان لأن ممكن يجيك واحد رئيس ديال دولة ولا ملك مثلا اللي يبقى يقول لك نعم سيدي راه الحياة وردية وما كاين، على الأقل ملي كنقدو ونشخصوا الأوضاع ونقولوا شنو كاينة، وتحس بأن رئيس ديال الدولة يعني واصل له ما يجري للمواطن المغربي والآلام اللي كيتعذب فيها المواطن المغربي، هذا بحد ذاته مكسب، نوع من التضامن ونوع من. ولكن ملي عاوتاني خصنا نكونوا يعني واقعيين، وان هذا التشخيص اللي دار الملك وحده لا يكفي، وان هذا التشخيص اللي دار الملك لا يبرئ مسؤوليه المؤسسه الملكيه، لا يبرئ مسؤوليه الدوله المغربيه في هذا الواقع. وان كنا كما قلت نصفق ونرحب ونتلقى هذا الشيء يعني يتلي صدرنا كما قلت يقول هذا الخطاب هذا، لان الواقع كما كتعرفوه هو ما كيخفاش على واحد. وديجا قلت لكم عدد من المرات تصوروا معايا، وانا ما عنديش الوقت باش نعاود لكم يعني كل ما كيجري في هذه البلاد. وزاره العدل مو رجل اعمال في مدينه طنجه كيدير صفقه قانونيه وكيفوز فيها بشروط قانونيه، وملي كيصاوب ديك الصفقه كيديها للوزاره باش تاخذها، الوزاره ما كتبغيش حتى تستقبلوا المديريه ديال حتى تستقبلوا حتى تشوفوا حتى تستقبلوا ما كاين، وكيمشي كيدير دعوه في المحكمه الاداريه، وكيجي القاضي الهيري وكيحكم لفائده هذا رجل الاعمال ضد وزاره العدل. تصوروا مصطفى الرميدون بعد سيمانه بالضبط كيلغي الصفقه رغم ما كاين حكم صادر باسم الملك، ها هو رجل ديال الإدارة، ها هو رئيس إدارة سميته مصطفى الرميد، كيف يتعامل يعني مع رجل أعمال؟ وبالتالي أي أثر لهذا النوع من الممارسات البائدة على نفوس المستثمرين عامة وليس فقط هذا المستثمر هذا؟ عدد من الوقائع اللي ممكن نقول لكم دائما قبل ما غنمشي لكل واحد، ما نقولش غير مصطفى الرميد، مصطفى الرميد في الواقع ديال آسفي، عطيف الحموشي كيعفي أو يقيل مدير ديوان وادي الأمن، وكيقيف وكيعفي كذلك يعني رئيس الشرطة القضائية، ها هو داخل الإدارة. إذا النيابة العامة
ليا في شخص الاداره السي مصطفى الرميد لم يحرك ساكنا. احنا الملك واحنا المؤسسه الملكيه واحنا الاجهزه كنبلغوكم هذا الشيء، ها الخطوره فين؟ وعرفت نقول لكم فين كاين النقط الخطيره في الخطاب الملكي وفين كاين الخلل، لان بقدر ما هو خطاب ايجابي وزوين بقدر ما كذلك كيرخي واحد كيفتح واحد النقاش خطير وخطير جدا الخطاب ديال الملك، وانا غنوضح لكم المغاربه فين كاين المشكل بالضبط. اذا كما قلت كاين وثيقه ديال البصمات في مدينه اسفي عام وست اشهر ما كاينش، والوقت اللي كتجي ملي كتطالع انت على الوثيقه ديال البصمات كتقول لك بان هذه الوثيقه هذه راه دخلت مثلا في 10 ماي، يعني ماي عام وزياده وهي في السلطه القضائيه وما كتدخلش للمحكمه وما كتعطاش قاضي التحقيق وما كتعطاش رئيس المحكمه القاضي اللي حكم، وكيحكموا على واحد الدري مسكين بالمؤبد، وكيبان هذا الشيء عن طريق الصحافه وفضحنا هذه القضيه، كيجي الحموشي كيتفاعل كيوقف رئيس السلطه القضائيه كيوقف، اذا هذا خطا اداري. ولكن من فين هو اخفاء وثيقه جنائيه؟ اين هي النيابه العامه؟ اشنو دار مصطفى الرميد؟ وهنا الخطوره الخوت اللي من بعد الخطوره، ها الملك تيخطب، ها هو خطاب زوين اي السؤال شكون هو شكون هما الناس اللي غيفعلوا الخطاب؟ ها التوجيهات شكون غيتفاعل معاها؟ شوفوا شكون اللي غيكون رئيس النيابه العامه مصطفى الرميد، شوفوا وزير، شوفوا الحكومه اللي جايه، ها فين كنقول لكم. وبالطبع ما غاديش نجبد عدد من القضايا، القضيه اللي كنهضر عليها ديال ديال بن سعدون، وتصوروا معايا المغاربه وزير الداخليه محمد حصاد هو رئيس يعني سلطه وصايه على المجالس المنتخبه، كنجيو حنا في موقع بديل وكنقولوا لكم راه محمد بن عيسى رئيس مجلس البلدي الابدي راه خدا واحد الارض شراها وتبيعوا الشارع مع نسيبه، عندك الماده 22 في قانون الميثاق الجماعي كتمنع البيوعات ما بين رؤساء ديال الجماعات والازهار ديالهم والاقرباء ديالهم، احنا عندنا نص واضح. دابا هذا الخطاب الملك للاداره فيها حنا كصحافه كنقولوها محمد بن عيسى راه دار جريمه كتستوعب العجل بمقتضى الفصل 22 من الميثاق الجماعي، عين ما نكتبوا عليها حتى واحد، لا نيابه عامه تحركت ولا حصاد دار الشغل ديالو ولا والو، اذا ها الخطاب الملك تيبقى معزول، لان الاشكال ديال الاراده السياسيه عند الناس اللي كيطربعوا العرش الادارات الكبرى، لان الملك محمد السادس في الخطاب ديالو هو لم يوضح يعني بالضبط المستهدف بالخطاب ديالو، واش الموظف الصغير ولا الموظف الكبير، ولكن حنا كنرفعوا الحراج وكنقولوا الاشكال في المغرب هو ليس اشكال ديال الموظف الصغير، صحيح الموظف الصغير يتحمل المسؤوليه ديال التهاون ديالو مع المواطن، ولكن السؤال للملك ربما الخطاب ما كيتسالوش، ربما هذا كيستحمل مجال الباحثين كما السؤال ديال اين الثروه، الملك طرح سؤال اين الثروه، ولكن شنو هي الخدمه اللي خدمنا على السؤال ديال اين الثروه؟ واش دار دراسات؟ واش جاتنا دابا شي نتائج الثروه فين كاين في المغرب؟ يعني ها الملك تيخطب، وبالتالي كيبقى هذا الشيء يعني معزول على واقع نصفق ديال الخطاب، ولكن الواقع لا يتغير، وكنرجع هذا النقاش هذا وكنقول لكم الملك ماشي خاص الموظفين، حنا كنقولوا الازمه ديال المغرب ماشي ازمه ديال الموظف الصغير، هي ازمه الموظف الكبير، لان الموظف الكبير لو كان كيدير الشغل ديالو الموظف الصغير ما غاديش يتكرفص على عباد الله، الموظف الصغير شكون اللي كيشجعو؟ شكون اللي كيشجع الموظف الصغير يدير ديك التصادق غير الصغير والكبير؟ ثلاثه د الحوايج، اي موظف ولو يكون في العالم الا ما لقاش اللي يحتضنه ولا ما لقاش راسه يعني كيخاف، منين كيخاف الموظف؟ يا اما كيخاف من القضاء، القضاء غيدير شغله الا ما داش خدمته، هنا القضاء ان الدوله المغربيه كاع العقودات اللي غزالين، ها هو السي الهيني صحح الخطا الاداري ديال ضد المستثمر طنجه، ها الدوله اش دارت له؟ المجلس على القضاء عزلو والرميد دارو المتابعه والملك فاليدالو، اذا هنا عندنا ازمه خطيره، دونك ها القضاء اللي مفروض فيه يعاون المواطن ويعاقب الموظفين باش يكون ويعاقب الاداره، احنا كنعزلو كنخليو قضاة لعدد منهم متهم منهم رشاويه وشفاره ولا شي واحد كيتحرك، شكون اللي كيخلي الموظف عاوتاني يخاف؟ فين كتكون الصحافه المستقله؟ النهار اللي كتكون الصحافه كتسلط اضواءها وكدير الدور ديالها الموظف كيولي يخدم، ولكن ملي انت الدوله المغربيه كتعتقل الصحفيين كتصادر المواقع الصحفيه المزيانه كدير المتابعات، حنا بكل تواضع موقع بديل عندنا حكم بربع اشهر في الحبس في 10 مليون غرامه، حكم اخر فيه 4 اشهر الحبس فيه مليون، حكم اخر فيه ثلاثه الموقع، حكم اخر فيه، دونك انت كيفاش كتقتل الصحافه المستقله اللي غتعاونك كشف العيوب ديال الاداره واللي الصحافه اللي غتحسس المواطن بالمواطنه ديالو كتقتل الصحافه وفي نفس الوقت كتوجه انتقادات للاداره المغربيه، اذا الاشياء ما راكباش وفي نفس الوقت كتدعم المواقع اللي هي كتشتغل على الاثاره وعلى الدعاره وعلى الحوادث وعلى التخربيق الخاوي مع احترامنا، طبعا كاين بعض المواقع وبعض بعض الصحفيين اللي هما الى حد ما مزيانين، ولكن لا ماجوريتي كاين صحف اللي ما كتاديش دورها بالعكس كتنشر كتهم اعراض الناس وكتلقى الدعم المالي وكتلقى الدعم الامني ومحميه وما يقدرش شي واحد يدعمنا، اذا القضاء اللي المفروض يعاونك في الاداره هو كيتعتل وكيبقى القضاء، ما كنقولش قضاة كلهم ولكن في معظمهم فاسدين وعدد منهم راه متهم بالرشوه وهذا الشيء معروف،
دونك الصحافه المستقله كتقتلها. شكون هو الموظف عاوتاني غيضرب حسابه؟ كيضرب حسابه من الصحفي ومن القاضي وكيضرب حسابه كذلك من البرلمان ملي كتكون كتقدر دير ليجان ديال تقصي الحقائق. اذا ملي كيجي عندك برلمان بحال المغربي في 70% كما قال الوزير بن عبد الله رشيويه، عدد منهم طالع للمقاعد بالرشوه، عدد منهم فاسدين، الا سمعتوا عدد منهم يعني كيطلعوا بظروف الرشوه. دونك كاينه ازمه سياسيه ديال الناس. كيفاش هذا البرلماني غيأدي دورته ويمشي يدير لجنه تقصي الحقائق؟ عطيونا لجنة تقصي الحقائق على دوزيام اللي ترأستها كجمولة بنت أبي، إلى يومنا هذا ما كاينش لجنة تقصي الحقائق في سوق الجملة، لجنة تقصي الحقائق في فاير، لجنة تقصي عدد من لجان تقصي. إذا عندنا عطب، عطب خطير وخطير جدا. وعلاش عندنا عطب؟ ما نجيوش نقول البرلمان ما كنخدموش، لأن الدولة ما كتساهمش في صناعة نخب برلمانية. الدولة كتحكم في المشهد بلا ما كيبان، عن طريق التقطيع الانتخابي، عن طريق محاصرة القوى الحية، عن طريق الرجال كديهم للحبس. نهار هذاك بن سعدون المسكين ديما كنجبدو، راجل أصيل أصيل، عطاو عامين للحبس، وكتخلي أنت واحد فاسد بحال محمد بن عيسى بالقانون يترأس المجلس البلدي واحد 40 عام ولا 30 عام. شنو هو يعني شنو هي العبرة من هاد الحوايج؟ كنزيدو حاجة أخرى، كيفاش نتايا باش تكون انت كدير الاداره المغربيه كتلقى وزير وفي نفس الوقت رئيس مجلس بلدي؟ كيفاش عايز الباح رئيس مجلس بلدي ووزير؟ كيفاش هذا الحماق هذا؟ كيفاش كتلقى مثلا رئيس المجلس ديال طنجه ديال الدار البيضاء في نفس الوقت هو وزير ديال العلاقات مع البرلمان العماري؟ ما كاينش في الدول اللي كتحترم راسها والبشر اللي كيحترم راسه. شخص عنده عقل واحد خصو يجيري اداره واحده، اما غتدبر المجلس البلدي او كتدبر الوزاره. كيفاش كتجمع بيناتهم جوج؟ كيفاش عبد الطيب الحموشي كيجمع ما بين الاداره ديال الامن الوطني وما بين المخابرات؟ مع احترام لك كما قلت لا للرباح ولا للعماري ولا لهذا الشخص هذا، ولكن المنطق العقل تيقول احنا من الدول. واش كاينه شي دوله في العالم شي مسؤول كيجمع بين جوج الادارات حساسه بحال الامن وبحال الدي اس تي؟ كيفاش هذا الشخص عنده عقل باش يجيري هذا الشيء كله؟ وقع خلل. الا ما قدرناش ننجو شخص من غير الحموشي، اذا عندنا ازمه. علاش هاد الدوله الا مات هاد السي الحموشي الله يطوله في العمر، ولا مات كما قالوا الرباح الله يطوله في العمر، ولا مات لينا هاد عزيز العمر الله يطوله في العمر، كيفاش غنديروا؟ اذا عندنا ازمه ما قادرش ننجو من الخلاف. دونك هذا عاوتاني مشكل خطير وخطير وخطير جدا. واخطر المشاكل واللي كنزيد دائما هو انه غياب المحاسبه. علاش الاداره هكا كتكرفس على المواطنين؟ حيت المواطن ما كيتحاسبش عباد الله. ما عندناش لجان ديال التفتيش لداخل الوزارات ما كديرش شغلها. الناس كيمشيو كياكلوا الزرود وكيقصيو وكيتفتحوا وما كيديروش تقاريرهم. النيابه العامه كما قلت لي هي عاد، لان ملي كنهضروا على المحاسبه عدد من المصالح، كاينه النيابه العامه، كاينه اللجان ديال التفتيش داخل الوزاره، وكاين البرلمان. هاد اللجان هادو كلهم ديال التفتيش راه ما كيديروش شغلهم. دونك المحاسبه عندنا ضعيفه. وملي تنقولوا المحاسبه من الكبير للصغير، كاينه طريق سجل المسجد القرض الفلاحي كاينه اختلالات بالجمله عليه، ها هو الان يتراس، حتى واحد ما يقدر يهضر معاه. كاينه كما قلت محمد بن عيسى رئيس ديال الاداره ما بالفساد، حتى واحد ما يقولوها. دونك الملك محمد السادس منين كيجي وكيعطينا هذا الوضع السوداوي على الاداره؟ اذا راه عنده تقارير. شنو صاحب هذا الملك دابا؟ شنو دار؟ واش دار شي عقوبه؟ واش شحال شي واحد على الحبس؟ واش تفتح شي بحوث؟ ماشي نجيو نعطيو خطابات. طبعا احنا مع احترامنا الكبير للملك محمد السادس، ولكن تنقولوا ماشي المشكل هو شخص الازمه. السؤال المهم هو علاش الازمه؟ وثانيا ملي كنشخص الازمه شنو قدمنا لها كحلول؟ الملك محمد السادس براسه قال كلمه اخطر مما كان، قال لك من 2002 وصيفطت واحد الرساله والى يومنا هذا ما دارش. السؤال علاش؟ فين كاين الخلل؟ علاش ما دارش؟ شنو هذا؟ راه ناقص خطر ان الملك تيصيفط رساله وما كيتفاعلوش معاها. اذا هذا مشكل خطير وخطير جدا. خطير. الا كنتي كان الملك تيدير رساله من 2002 الى يومنا هذا على الاداره وعلى الاستثمار وعلى الشباك وعلى كذا، وباقي اليوم عندنا مشكل. اذا مشكل خطير. وكما قلت ملي كيقول الملك كاين اختلالات، اذا الملك رصد اختلالات، عنده شكايات، اذا شنو هي العقوبه اللي دارت الان؟ واش تم الاقاله ديال عدد من الناس؟ نفس الوجوه كاين اللي 30 عام في الوزاره، واش بحال ذاك محمد بن عيسى وكيرجع له دائما، ومن 1987 واخا يكون يعني ولداته مغير هو، شنو هو هذا السب بحق الازيليين وطنجه وعدد من كنقولش انا غير محمد بن محمد حصاد رئيس اداره؟ كيفاش انت واخد ارض ديال الدوله بجدريال ارض ضد الدوله؟ واش انا نطمئن عليك؟ واش هاد الاداره اللي كيهضر عليها الملك ها هو راس الاداره محمد حصاد؟ شوف سلوكو كيداير عليه الشبهات. الوالي الفتيت خدا ارض، عدد من المسؤولين خداو احيزول كلهم. هذاك الشوباني كيفاش نتايا كتجي وكتاخذ من الاداره امراه خديتيها تزوجتيها وخدم من الاداره ماستر وخدم من الاداره الفلوس وخدم من الاداره باش تشرى اراضي؟ هذا مخصوص، هذا خصو الحبس. ها هو دابا كيترأس جهه. هذاك محمد الصديق ديال بي جي دي خدا 3 مليون ولا 4 من رضا للشر
وياخذ لك العام سيدي 3 مليون زياده ديال البرلمان، وياخذ لك العام سيدي مستشار ديال الربح جامع شي 10 مليون. وشنو هذا البشر؟ شمنقي مصيبه. دونك كاين اشكال خطير. الديوان الملكي مع احترامنا لمحمد منير المجيدي مع تقديرنا ليه، كيفاش انت عليك تشوفوا هذاك النقاش اللي طرح ديال الاراضي ديال الاوقاف اللي خداها مع في الصحافه، من بعد جا النقاش ديال المومني يكون كذوب ولا ماشي كذوب ما كيهمناش، من بعد كيجي النقاش ديال وثائق بنما. اذا كاين شبهات، اذا الصوره حتى هذا حتى هذه الصوره كتاثر على الاداره. نزيدوا اخطر من هذا، شكون اللي كيزيد كما كذلك؟ غياب العدل والانصاف. علاش الموظفين ما كيخدموش مزيان؟ واش الموظف ملي كيشوف راسو جا واحد الشوفار كبير وساق الفلوس من صندوق التقاعد ومشى شرى بها الاراضي في طريق سعير وتفطح بها وبس وما تعاقب ما والو، ويجي الموظف الصغير هو اللي خلصها التقاعد، ما تبقاش عنده الحس الوطني، ما تبقاش عنده حس العمل. هذه اشكاليه ديال الدوله. كيفاش انا موظف كتعطيني 4000 درهم في الشهر ولا 5000 وترميني وتفرقني على مرتي وتطلب مني نكون مع المواطن مزيان، وانت ملي بغيتي تصلح التقاعد خديتي لي 3 سنين من عمري وخديتي لي الفلوس ديالي وخديتي لي. اذا هذه انا مع باختصار شديد المغاربه كاين عدد من الحوايج غير باش نقولوا خطاب الملك مزيان ما تنقولوش ام مالك، ما يمكنش يعتقل عباد الله يعني الفساد كما كنقول دائما كبير فيه متورطه فيه الصحافه ومتورطه فيه البرلمانيين والشعب ومتورطه فيه الحكومه والوزاره والمسؤولين والجيش، كلشي مسؤول على الفساد في المغرب غير هو. كاينه مراتب، دائما الدوله كتحمل المسؤوليه، حيت هذاك الموظف حتى اخلاقيا اللي ما كيتعاملش مع الموظف مزيان، علاش هذاك الموظف خايف؟ عنده مشكل ديال الصالير او كتلقى عنده مشكل حتى تربوي؟ هنا رجعوا للتعليم، شكون اللي كينجبر من التعليم؟ هي الدوله، او رجعوا للاخلاق او رجعوا ارجو. طبعا الموظفين كاين موظفين اللي طبعا خايبين وكيتكرشوا على عباد الله والملك كان عنده الحق فيهم، ولكن ملي ما خصناش نسقطوا مسؤوليه الدوله. اذا كخلاصات في هذا النقاش هذا الاخر كنقول الاحرى الان هذا الخطاب ما يبقاش غير خطاب بحال السؤال ديال اين الثروه، خاصنا ننتقلوا الى مستوى العمل، خاص دار الملك دابا يعين لجنه البحث في هذه الشكايات وهذه المصائب ديال الاداره، وخاص هذه اللجان تكون عندها لاكسي ديريكت للملك، راه المغاربه كيخافوا غير من الملك، هذه هي المصيبه، المغاربه ما كيتعاملوش مع المؤسسات، صافي قال لاحظتوا كاع اي مغربي يطلع الرباط كاين صوره الملك، وهذا اشكال، تولي الدوله كلها مقوقعه في شخص الملك، قال الملك والملك خصنا دوله المؤسسات، راه ما يمكنش بحال ذاك المير ديال اسيد، حتى ديك السيده غتمشي لهولندا وتلاقى الملك والملك يعطي، وعداد القانون، وعداد من المغاربه مساكن ما كيتلاقاوش الملك، وعداد من المغاربه مكرفسين في هذه البلاد عباد الله، رانا صحافي وكنتلقى التليفونات راه البكيه، راه الناس معذبه في هذه البلاد وسيرتو في القضاء، الظلم والظلم والظلم في القضاء، الظلم ثم الظلم ثم الظلم ثم الظلم، راه هذا الشيء ما خصوش يبقى فقط هضره، راه خصنا ننتقلوا، ما يمكنش واحد فاسد، انت الرميد ماشي مسؤول، تكرم اسدي عيسى صحافي، واش انت خليتي ما تهضر مع بن عيسى، ما تهضر على عداد واقي غير ترجع وزير عاد نعينك، انا غير نشوف الرميد ولا وزير عاد سيفيني في هذه الدوله، سيفيني، انا نشوف محمد حصاد سيفيني، انا نشوف الشوباني سيفيني، انا نشوف هذا البشر بن كيران يقول لي المغاربه ما توظفوش، هذا القطاع الخاص، وتجي انت توظف بنتك، وجع بنت بها عبد الله، بنت عبد الله بها مسكين الله يرحمه، جات تلقاها السيده خدامه مزيان في القطاع الخاص، جات تلقاها قال لها بنتي باش خدامه؟ قالت له خدامه في واحد القطاع خاص، قال لها شحال ديري في القطاع الخاص؟ دخلي خدمي مع راسك في الوظيفه العموميه، ودخلها والدنيا كانت غزاله كتخدم. دونك هذا اشكال من نشوف على البشر راه مشكل، كلهم ما تنسقني واحد لا شباط ولا مزوه، كلهم وهذا الاداره، اذا الازمه خاص لجنه الدار من عند الملك هذا عباد الله، خاص كما قلت العقاب، اهم حاجه هو المحاسبه، ما عندك كلمه ديال الرقم المسؤولي المحاسبه في الدستور اللي ما كناش نطبقوها نحيدوها، راه ما كاينش الحساب عباد الله، راه كيتحاسبوا على الفقراء، راه لا درتوا شي دويره في المحاكم ديال المغرب، راه والله ما عدا المزاليط اللي كاين في المحاكم، فين هما الاغنياء؟ فين هما الوزاره؟ فين هما لي جينيرو؟ فين هما المسؤولين؟ دونك ما كاينش في هذا الشيء. كنشكركم وعلى امل اللقاء في حلقه اخرى بحول الله، الى اللقاء.